بألايف اليوم عم نستضيف كريستينا جورج خاطر. مش أول مرة بنستضيف كريستينا بعمر كتير صغير، أكثر من جايزة بعالم الأعمال والاقتصاد. هذه الشغلة أكيد بنفتخر فيها، كريستينا ما بتضيع وقت أبدا. وآخر جايزة هي الستيفي أوورد اللي أخذت الذهبية عن الميدل إيست، عن الشرق الأوسط، والفضية عن الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. مبروك عليك، ونحن أكيد نفتخر بهالإنجاز. بس خبرينا، هل أورد بالتحديد، هل جايزة بالتحديد، كيف طرح اسمك عليها وشو هي المواصفات لحتى يكون الواحد عم يتأهل لها؟ أنا من سنتين بالبريليانت لبنانيز أوردز بلبنان ربحت البيبلز تشويس أورد. هيدا فتحت لي مجالات كثيرة لبرا. في جمعية بتأول مرة بكل العالم اسمها فايتال فويسز، أكيد انتبهت للشغل اللي عم بعمله، ومرنوني كثير وحطوا لي كونسلتنتس وقووني كمان زياده بالشغل. التمرين باي اطار بالشغل؟ بهارفارد، هارفارد منتور بروجرام، هارفارد بزنس سكول. بيعملوا فيك انفستمنت، بتروحي على ورك شوبس، بحطوا الكونسلتنتس تبعولهم ان كانوا ماركتينج ام فاينانشال كونسلتنتس، وين نقاط ضعفك، كيف بدك تقويهم، واكيد كيف انت بدك ترجعي تعطي للمجتمع وتقوي كمان الومن ان بزنس اللي غيرك كمان، لانه نحن كلنا لازم نساعد بعض، ما لازم نحس انه نحن كومبيتيشن لبعض. ومن هونيك انطلقت. سو هن طرحوا اسمي على الستيفي اووردز بنيويورك، وانا كانت بعتقد اكبر شوك بحياتي بس وصل لي ايميل انه انا فاينلست، لانه ابدا ما توقعت. كثير سالوني، يعني اخذت معهم 6 شهور، عملوا معي كذا انترفيو، طلبوا كل الفاينانشلز تبع الشركه، الماركتنج ستراتيجيز تبعنا، البزنس بلان، قديش نسبه الومن يلي بنوظفهم، كيف بنرجع بنعطي للسوسيتي سي اس ار اكتيفيتيز تبعولنا. يعني كان في بروسس طويل لنكون فاينلست، نصير فاينلست. تبعوكي يعني على فتره؟ مزبوط. وهون يعني أهمية هالجائزة بالنسبة لإلك، يعني مهم إنه خاصة إنه هي جائزة للنساء بالتحديد، فعم تتواصل المسج بالصور مثل ما أنت بدك. رح ناخذ هالجواب بعد هالوقت. كريستينا جورج خاطر موجودة معنا، إذن من حية ومن إلا مبروك مرة جديدة على الجائزة يلي حصلت عليها، وهي ستيفي أورد. وهون هالجائزة هي للنساء، يعني مسج كتير مهم بالنسبة لك، بتصور ممكن تبلور مع الوقت، من أول ما تبلش تفوتي على الشغل ما بتكوني حاسة إنه نساء أو رجال، وإذا في فرق بتكوني بدك تشتغلي لأنه بدك تشتغلي لأنه عندك هالباسيون، بس بعدين اكيد رح تواجه كثير صعوبات. اكيد كامراه كمان، خاصه بالميدل ايست، بواجه كثير صعوبات، لانه العالم عنده نظره غير. بحس انه لانه انا بشتغل مينيموم 18 ساعه بالنهار، وبحب شغلي ومن قلبي بشتغل، سو هيدا الشيء بحس اللي ساعدني كثير، انه كل محل انه كان غيري بلكي فكر انه لازم خلص انه بيوقف وتو جيف اب، لا، كان بوش لإلي انه جرب زياده واعطي زياده، لانه قد ما تعطي بالحياه بترجع. شو اللي معقول يخلي مرأة تستسلم لما بتكون فايته ببزنس هالقد؟ اول شيء المجتمع، لانه المجتمع، العالم اللي حواليك، الاكسبكتيشنز. اول شيء بدك تكسب الثقه، لانه انا اول ما بلشت كان عمري 22 سنه، انه مين بده يجي يوثق فيه يسلمني شغل. سو بدك تبلشي بصغير، يعني بدك تضحي، بدك تشيلي انه انا ما بعمل هيك وبعمل هيك، يعني بدك تبلشي، بدك تشتغلي، بدك تنزلي على الارض، بدك تتعبي، بدك تكسبي ثقة العالم، بدها تاخذ وقت، وهذا الشيء بياخذ كثير من وقتك، بياخذ من وقتك، من اصحابك، من عائلتك، من العالم اللي حواليك، يعني هذا من اجتماعياتك. وما كل العالم بتفهم انه شو الكوز، شو السبب، ليش هالقد مأخوذة بالعمل. فوالا، سو هي الفكره انه كل امراه انا بنظري عندها قوه داخليه ما بتعرف فيها، انا اخذتني شويه وقت لاكتشفها، وهيدي الشغله بتخليك تستمري. هون عم نشوفك يمكن عم تعطي سبيتش تبعك بالتسليم الجائزه.
مزبوط. هون عن شو حكيتي؟ كنت عم بقول انه اول شيء اكيد I'm a very proud Lebanese وبنيويورك قدام الكل يعني كنت اللبنانية الوحيدة، هذا الشيء عندي فخر فيه وفخر ببلدي. كنت عم بقول لهم انه بالميدل ايست وخاصه بلبنان وبالميدل ايست كل العالم بتفكر انه المراه ما عندها ايكونوميك باور وما عندها رول بالسوسيتي اون ان ايكونوميك ليفل، وهيدا الشيء اتس مسكونسبشن. سو انا الجائزه تبعيتي بهديها لكل امراه عم بتضحي وعم لتوصل لحلم بحياتها وتشتغل لإله، لأنه هذا الشيء يلي بيعطيك self satisfaction أكيد وثقة بحالك وتكون added value للعالم اللي حواليك. اليوم أنت سفيرة للwomen empowerment بلبنان، خبرينا شو يعني؟ أكيد أنا بقدم كل شيء، I'm a mentor، يعني كل صبية حابة تبلش ببزنس ومش عارفة كيف بتحكي معي وأنا بعطيها من كل وقتي وبساعدها وبرشدها على الطريق الصح بأي مجال كان، بأي مجال خاصه as an entrepreneur أكيد بلبنان وبالميدل إيست. بس نقول entrepreneur بأي مجال بتكون الخبرة نفسها أو الخبرة مختلفة؟ هي entrepreneur هي شخص عنده فكرة وبده ينفذها، وأكيد it's a risky thing لأنه أنت بديك تجيب رأس المال أم يعني حسب شو هي الفكرة، وبديك أنت تأسس الشركة وتبلش فيها، يعني بديك تكون أنت مسؤولة عن 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 your own company. So في كتير مراحل بدك تمر فيها، في كتير جوانب أوقات ما بكون منتبه لها، يعني بكون في حلم بس الطريق ما بتكون واضحة وهينة. مزبوط، في از ستارت اب دائما في صعوبات لانه في 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 عندك فكره بس ما بتعرفي شو بدك تعملي فيها. سو ما بتعرفي وين بدك تبلشي، ما بتعرفي كيف بدك تاسسي الشركه، كيف بدك تحطي بلان لها. هيدا بيسبب اوقات احباط وبتوقفي. كنا عم نقول قبل شوي شو اللي بخليكي تستسلمي؟ مزبوط، هيدا كثير بيسبب احباط كمان لانه الصوره ما بتكون، يعني هو البزنس تبعك بياخذك على طريق معين، انت ما بتكوني عندك هالفيجن، عندك فيجن وعندك حلم بس سنه ورا سنه بتحس بتصيري مطرح تاني. يعني انا بس بلشت ما تصورت انه انا اكون محل ما انا اليوم، يعني كان عندي حلم، كان عندي اراده، كان عندي من قلبي يعني عم بشتغل وبدي اوصل لشيء معين، كنت عم بتحدى حالي وبدي اتحدى المجتمع كمان انه كمان الست عندها مركز بالحياه، عندها مركز اجتماعي لازم ينضرب لحساب، وهي كمان ادد فاليو لغيرها. سو اكيد حلو كتير هالحديث، بس كوننا يعني عم مضطرين نحكي فيه، فإذا في صعوبات، في دائما يمكن مواقف سلبية عم تكون تواجهنا لحتى نكون دائما مضطرين نحكي بهالموضوع، ولكن ضروري إنه نكون في نضال معين على كل حال. هل جايزة بالتحديد قد ايه عمليا رح تكون مفيدة لألك؟ أكيد معنويا كتير مهمة ولألنا فخر كمان مش بس لألك، بس عمليا قد ايه رح تكون مفيدة؟ بلشت تبين، يعني عمليا بلشت تبين من الريكوست الجديد. أول شيء النظرة للكلاينتس اللي عندك حواليك بتصير غير، لانه عندي كمان اتس كريديبيليتي، يعني وورلد وايد، هيدي جائزه عالميه، منا من محل معين وجايه من نيويورك، يعني ذير فيري كريديبل. سو اكيد هيدا الشيء بياثر كثير وبيخليك انت تصير مور سيلكتيف، القصص اللي لازم تعمليهم، القصص اللي ما لازم تعمليهم. يعني انا بشوف هلا البزنس تبعي بغير نظره، سو هيدا الشيء بخلي العالم تتعامل معك كمان بغير نظره. بس بكل الأشغال وقد ما يكون يعني الواحد عم يشتغل شغله على بيرفكسيون ويكون عم يجرب يكون كل شيء صحيح كل شيء كامل، إلا ما يكون في أخطاء، خاصة إذا عم نتعامل مع عدد كبير من الناس الكنترول ما بيكون دائما 100%. مزبوط، هو بالأخير يعني إذا أنت شخصيا خاصة بالسيرفيس بيست إندستريز ما كنت، يعني ما فيك تقولي بدك تلازمي أو بدك شيء، خلص أنت بقلب البزنس بدك تكوني بقلبه، ما عندك إنه بعد فترة معينة بدك تظهر منه أم تاخذي ستيب باك. سو أكيد دائما في أخطاء، بس الأخطاء هون بتصير قبل ما تنزلي على الأرض، قبل ما تنفذي الإيفنت أم العرس أم كل شيء، لأنه أنت خلص يور بري بلانينج، عندك تيم قوي وأنت بس تعملي شغلك بيكون على بيرفكسيون. بس أكيد
كل التعذيب وكل القصص ما بقى يبينوا بدك تدفعيون يعني. كريستينا جورج خاطر اهلا وسهلا فيكي، مبروك لك جائزه الستيفي اوورد يلي لكن تعطى للنساء الرائدات بالعالم، ومبروك عليك واكيد نتمنى لك كل التوفيق وكل الصبايا يلي حابين انه تكوني عم بتساعديهم، فاذا انت جاهزه شكرا لك. وقفي هلا وبنرجع بنتابع مع واتس كوكينج، خليكم معنا.